الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها أيضا عندنا، ومن المسائل أيضا عندنا قاعدة، قاعدة: كل ذبح سببه المخالفة فيخص به فقراء الحرم. كل ذبح سببه المخالفة فيخص به فقراء الحرم. فإن قلت: ولماذا أطلقت القاعدة الأولى وقيدت القاعدة الثانية؟ الجواب: القاعدة الثانية في ذبح ماذا؟ الجبران ولا الشكران؟ في ذبح الجبران، يعني نقص نسكك فأردت أن تجبره بالذبح. أما ذبح الهدي فهو ذبح شكران، ما في نقص سابق، لكن من باب تكميل نعمة الله عز وجل عليك تشكره بهذا الذبح. فذبح الشكران لا يخص به فقراء الحرم إلا إراقة لا لحما، إراقة لا لحما. من يشرح لي هذا؟ إراقة لا لحما عبد الله، يعني أن لا تذبح هدي الشكران ولا الجبران إلا في حدود الحرم، لكن ذبح الشكران لا يخص به فقراء الحرم، ولذلك يجوز تصديره للفقراء والمساكين والمسلمين عموما في عامة البلاد. أما ذبح الفدي فيخص به الحرم في الأمرين جميعا، في إراقته وفي توزيعه. فلو أنك أرقته في الحرم ثم وزعته على فقراء الطائف أو جدة لما وقع مجزئا. هذه فضلة نعمة أنعم الله عز وجل بها على فقراء الحرم، فلا حق لأحد من الفقراء والمساكين أن يشاركهم فيها. فإن قلت: وما الحكم لو لم أجد فقراء في الحرم؟ فنقول: هذا سؤال تصوري. إذ لم يخلو الحرم من فقراء على مدى الزمان، حتى ولو قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلو الحرم من فقراء، لكن فيما لو تصورنا فإن فقير الحرم فيه كم صفة؟ فقير الحرم كم صفة؟ صفتان: صفة عامة وهي فقير، وصفة خاصة وهي الحرم. فإذا فات فقير الحرم فاتت أي صفة؟ الخاص، فيبقى الصفة العامة فتدفعها إلى مساكين أخرى، لأن الشارع راعى أمرين، راعى الفقر والحرم، فإذا فات أحدهما فلا يفوت الوصف الثاني، فتدفعها إلى فقراء